بايع الخاين ايه؟ احب اقول لك يا جو، زي ما بعتني طريق السفاح اتجوزني وعرس عامل لي يعجبني. جود لك عليك يا جو. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم تشاهدون قناه مستر هارون. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو لو سمحت، عشان خاطر النهارده هنتكلم عن دينا مراجيح. ممكن لو سمحت تخليني زي القمر النهارده، عشان خاطر النهارده يوم جميل. ايوه انا مكسوفه، لو سمحت من فضلك ظبطي. ايوه انا كده بعيد بقى كده، تمام. لو سمحتي بقى محاري لي وشي بقى عشان يبقى زي ايه ده. انا مش مصدقه نفسي، ايه ده انا بقيت كده ازاي؟ لا تسلم ايدك بجد، توكلنا على الله، صلوا على النبي. لما تشوف الفيديوهات عندي حاول تنسى دماغك شوية وفكر بدماغ تانية، يمكن انا وانت نوصل. فترة كبيرة كنا اتكلمنا قبل كده عن يوسف جو ودينا مراجيح، ان هما الاتنين كانوا عمالين بيطلعوا فيديوهات على تيك توك ودمهم خفيف جدا وبتاع. بس احنا الفترة اللي فاتت كان في ناس كتيرة كانت فاكرة ان احنا بنتنمر على الاتنين دول. احنا ما حصلش الكلام دوت مننا خالص، او بمعنى اصح ما حصلش مننا الكلام دوت خالص. كل اللي انا بعمله بس ان احنا بنعمل شو دمه خفيف وبنتكلم في القصة اللي بتحصل دي. انتوا عينيكوا بس كانت حزدانة مش اكتر، قول لهم كلمة دينا. والله يا جو مش هسيبك تاني ابدا، احلى مسا على جو ويسيب في جايد واحد بس. انا ايه ذنبي؟ لكن احنا ولا نقصد ان احنا نتريق على حد، ولا نقصد اي حاجة من الحاجات اللي زي كده. دلوقتي متهيألي في ناس كتير عارفة دي 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 دينا مراجيح. دينا مراجيح اللي هي المفروض خربت الدنيا على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، وتيك توك وحاجات بقى كانت جامدة جدا، وطلعت اغنية على يوسف جو عشان خاطر سابها. المفروض ان هو كان وعدها بالجواز وحاجات زي كده وتسابها عشان خاطر واحدة بتاتو بتاع مش عارف ايه، وعملت له اغنية. مش قصتنا القصة دلوقتي اللي احنا عمالين نتكلم فيها يا جماعة، ان احنا مش جايين النهاردة ولا نتنمر، ولا جايين ان احنا نتريق، ولا جايين ان احنا نعمل اي حاجة خالص. في حلقه من الحلقات قبل كده انا كنت عاملها كانت عن واحده اسمها زلابيا، لو انتوا تفتكروا الحلقه دي. دي كانت متجوزه حد، والمفروض ان هم بقى في الكوشه بتاع حاجات زي كده، بس كانت عامله ميك اب زي الزفت وزي الخرق وزي الطين. انا اسف ان انا بقول حاجه زي كده، بس متهيألي الوقت دوت اتنمر عليها الناس كلها من اول خيرها، لدرجه ان جوزها او خطيبها في الوقت دوت سابها. وبعد كده طبعا في ناس كانت اللي هم احنا بنسميهم فريق جبران الخاطر اللي بيظهر من اي مكان، فريق جبران الخاطر اللي بيظهر من اي مكان، وعمل لهم ميك اب ملوش حل، كان في منتهى الروعه، وحولوا البنت دي من حاجه يعني مثلا كانت وحشه جدا، والميك اب بتاعها كان وحش جدا في الوقت ده، لميك اب كان في منتهى الروعه. القصه النهارده برده نفس الطريقه. يعني انا عايز اقول ان دينا يعني مش عايز اقول ان هي وحشه، لان انا ما بحبش اقول جمله وحشه ولا بتعمل حاجات زي كده، بس هي في ناس متخصصه في حاجات معينه بتخلي، مش عايز اقول برده من الفسيخ شربات لان كده برده بعيب البنت، بس انا مش عايز اقول الجمله دي. البنت دي متهيألي كلنا عارفين شكلها عامل ازاي، وان هي غلبانه، وان هي مش يعني من الاخر يعني مش الفيديت مش الفيديت اللي احنا عارفينها كبنت بقى وبتاع حاجات زي كده، بس برضو بيجي لها فريق جبران الخاطر بيظبط لها الدنيا. ناس كتيره قاعده تتكلم عشان خاطر فلوس، وناس كتيره عماله بتتكلم عشان خاطر مش عارف ايه، ولبس البوصه تبقى عروسه والكلام الجميل دوت اللي هو بيبقى موجود في نفسيه البنات المولعه نار. بس اللي انا عايز اقوله برضو ان النهارده يا سيدتي يا سيدي، المفروض ان دي بنت، البنت دي المفروض ان هي بتهتم بشكلها وبتهتم بجمالها، ومتهيألي ان اي بنت في الدنيا من حقها ان هي تهتم بشكلها وتهتم بجمالها. يا جماعه لو سمحتم مش عايزين كلام ده. احنا نعيب على مين؟ نعيب على الرجاله اللي بتطلع الساحل وبتعمل لنفسها تين وبتعمل لنفسها مش عارف ايه. يا حبيبي انت راجل، يعني انت المفروض ان انت تعرف حاجة الوحيدة اللي في الراجل عشان خاطر يكون يعني شكله حلو وشكله جميل، ان هو يحلق دقنه بس، او شعره، دقنه وشعره وحاجة واغراض داخلية للرجالة، يعني مش عايزين نتكلم فيها كتير عشان خاطر ما نخرجش في حتة تانية. لكن النهاردة انت خلاص بقى الواحد يحلق شعر صدره كمان بالمرة، لما واخذ صلاح انا اسف يعني. بس اللي انا عايز اتكلم فيه ان دي بنت، والبنت ان هي من حقها ان هي تعمل اللي هي عايزاه. فبلاش يا جماعه نوبه التنمر الكبيره جدا دي وبتاع. احنا في الاول وفي الاخر بنحب نهرج وبنحب نضحك وبنحب نطلع مسخره ونطلع كل الكلام دوت من الاول لاخر عشان خاطر الناس تنبسط والناس تضحك معانا، وانتوا في الاول وفي الاخر احنا اخوات. بس بلاش النوبه الكبيره دي بتاعت اللي هو ما تستاهلش، اصل مش عارف ايه، اصل هي في الاخر يا جماعه دينا مراجيح اتجوزت واحد اسمه طارق سفاح. فيعني احب اقول لك يا جو، زي ما بعتني طريق السفاح اتجوزني. يعني
الطيور على اشكالها تقع، بس في الاخر والله العظيم انا ولا بتنمر ولا بقول اي حاجه، انا النهارده جاي ادافع عنها بس، ومن حقها ان هي تفرح. وارجوكم بلاش القصه بتاعت التنمر القذره اللي بجد ممكن تشرخ البني ادمين. في فرق، في فرق ما بين انك كونك اللي انت تتنمر على حد وتزعله، وفي فرق تاني اللي انت بتقومه وبتقول له خلي بالك الحته اللي انت ماشي فيها دي غلط، ما ينفعش اللي انت تمشي بيها. وهي دي المهمه اللي المفروض ان الناس بتاعه الرياكت تعملها. لكن النهارده ما اقعدش اتريق على حلوان على سلوانه في اي حاجه، ما ينفعش. يعني النهارده واحده بتقدم مثلا محتوى جميل، ومحتوى مثلا بتقدم فيه للناس طبيخ، ده حاجه مهمه جدا على فكره، خلوا بالكم ده حاجه مهمه جدا. يعني النهارده احنا، انت ساعات لما بتيجي تعمل كحك ولا بتعمل حاجه زي كده، انت اول واحد بتدور عليها الوصفات اللي موجوده على اليوتيوب، خاصه بتاعت الناس المصريه، عشان خاطر انت الجو بتاعك مصري. فانت النهارده لما تلاقي ان القناه دي مثلا انحازت عن الموضوع ده وبدات تشتم وتسب وتلعن وبتاع حاجات زي كده عشان خاطر مشاهدات، فدي المفروض ان هي تتضرب بجزمه، تتضرب ب60 جزمه. عموما انا كنت مبسوط جدا، كنت هي دي الحاجه الوحيده اللي كنت عايز اوضحها لكم، وكنت عايز اوريكم دينا مراجيح بقت عامله ازاي. بس بشكركم جدا لحسن المتابعه، كان معاكم مستر هارون، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، ومفاجآت كتيره جدا ان شاء الله باذن الله جايه مع اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بيتفرجوا عليا في القناه. بشكركم جدا لحسن المتابعه، كان معاكم اخوكم احمد هارون. سلام.